افريقيا وادائه المشرف في بطوله كاس العالم للانديه الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر الاخوان في النادي الاهلي على ضيافه وتكريم، نشكر الاتحاد المصري على ضيافه وتكريم. حقيقه النادي الاهلي في قلوب العراقيين اكثر شيء واكثر شعبيه في العراق. اجينا كاتحاد كره القدم ان نهني في فوزه في بطوله افريقيا وحصوله على المركز الرابع في بطوله الانديه. سعداء جدا لقاءنا. تعرف اللقاء يكون لقاء بروتوكولي، راح تكون على جميع الالعاب، مو بس خصوصا بس كره القدم، راح تكون على الالعاب الفرديه ان شاء الله. راح نفتح قنوات مع الاخوان في نادي الاهلي كاتحاد كره القدم ونادي القوه الجويه. نكون سعداء نتواجد دائما في مصر، مصر العروبه ومصر حبيبتنا ان شاء الله. راح يكون بروتوكول التعاون في اواصر التعاون، راح نعقد مؤتمر في خلال رجوعنا الى بغداد يوم غد. ندعو الانديه ان تكون يصير بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي خلال الضيافه الموجوده. قرب العراق عن مصر في كل المحافل، في الشعب وفي الموده وفي واكثر اللاعبين المصريين واللاعبين الاجانب اللي يلعبون عندنا في الدوري العراقي، وشافوا البلد العراق بلد امن، بلد من كل الامور ان شاء الله. مصر قريبه على العراقيين في قلوبنا ان شاء الله. تكلمنا مع حضره السيد اللواء وقلنا له العراق حاضرين للنادي الاهلي وكل الالعاب الموجوده ان يكون في ضيافتنا خلال اقامتهم ويعسكرون في بغداد. راح يتحمل الاتحاد العراقي جميع نفقات كل الامور اللي راح تكون في بلدهم الثاني العراق. غير سعداء حقيقه، لان مصر هي مصر يعني الرياضه الكبيره الحاضنه للعرب، الرياضه اكثر اللاعبين اللي تخرجوا من المنتخب المصري، المنتخب المصري صاحب انجاز، الانديه المصريه صاحبه انجاز، متالمين ومتاثرين وخاصه جمهورنا الرياضي يحب النادي الاهلي في بغداد. شافوا في بلدهم الثاني في العراق وسعداء جدا وده يكملون، وخاصه من اللاعبين الكويسين اللاعبين الجيدين اللي موجودين اللاعبين المصريين قسم عندهم في نادي النفط ونادي الطلبه، وان شاء الله سعينا ان نتعاقد في المحافل ان شاء الله جديده. ان شاء الله ماكو تراجع. تعرف ان تشكيله توليفه جديده خاصه المدرب زيكو امام الفريق الياباني، فاراد ان يخوض بها امام المنتخبات الموجوده وخاصه غرب اسيا. احنا شاركنا بها باللاعبين الشباب اللي موجودين عدا لاعب لو لاعبين. اريد نبني فريق جديد، لكن لاعبين الكبار يبقون هم كبار، يونس ونشت وباسم عباس كبار اللاعبين العراقيين. كنا فاتحين مع قنوات مع الكابتن حسن شحاته في اللحظه الاخيره، وبعض القنوات موجوده مع كل المدربين، ومن ضمن اللي موجود هو الكابتن مارادونا. هواي مدربين قدموا سير الاتحاد العراقي ان شاء الله، وخلال رجوعنا يكون اجتماع مقر، خاصه احنا البارحه سمينا المدرب حكيم شاكر مدرب وطني اللي قادنا في غرب اسيا ان يقودنا في الخليج، لان عندنا يوم ثلاثة يسافرون الخليج. حسن شحاته اسم كبير ومدرب كبير ونحتز به في بلد العراق، لكن المفاوضات لا تزال جاريه، ولا زال الكابتن ابو كريم يكون اقرب لنا، في خاصه العراقيين اقرب لنا ان يكون هو مدرب للمنتخب الوطني. خلال رجوعنا راح تكون اجتماع ونفتح السير الموجوده، وحسن غنى عن التعريف ما اريد اقيم الكابتن حسن، كابتن حسن في انجازه وعمله ان شاء الله. لنا الشرف ان نكون ضيوف هذا النادي الكبير ونمثل العراق بلدنا العظيم، خير تمثيل في هذه الزياره، كوننا نحرص على ان يتم تعاون بين هذا النادي الكبير وبين انديتنا في بغداد وفي العراق عامه، وكذلك الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد العراقي اللي يمثل ساد كامل اللي معي في الوفد، وان شاء الله نوصل الى فد موضوع او فد موضوع يكون قائم بين الاتحادين المصري والعراقي وانديه الانديه المصريه الكبيره والانديه العراقيه الجماهيريه اللي يمثلها نادي القوه الجويه ونادي الزوراء الرياضي ونادي الشرطه ونادي الطلبه وكافه انديتنا اربيل وتهوك، وان شاء الله نحصل على هذه الفرصه بانه تكون زياره الفريق الاهلي او اي فريق مصري الى بغداد. نكون سعداء جدا بهذه الزياره لكي يكون اول فريق عربي مصري يفتتح ملعب الشعب. فعلا تم التعاقد مع لاعبين، الان عندنا لاعب كاميروني اللي هو يلعب، وعندنا اربع لاعبين قادمين ان شاء الله في الطريق للتعاقد معهم من افريقيا او من الجزائر ومن المغرب العربي ان شاء الله يتم التعاقد معهم، وكافه انديتنا ليس فقط القوى الجويه. احنا ردنا فريق، اي فريق توقع القرعه وياه يقوم بدور اولا هو يقوم بالدور بانه يتبرع بانه كيف احنا ذهبنا الى الظهريه الفلسطيني ولعبنا مع فلسطين في بيت لحم وتحدينا كل الظروف والمصاعب، وقبل شهر من الان احنا ذهبنا الى فلسطين ولعبنا، وبدنا ذهب الى فلسطين ولعب وفزنا على الفريق الفلسطيني في بيت لحم، وكان في استقبال وفد الرئيس الفلسطيني وكبار حكومه فلسطين،
لكي يعبروا عن امتنانهم للقوة الجوية الذي حظر إلى فلسطين لكسر الحظر على الملاعب الفلسطينية. هناك وجوه شابة دخلت إلى المنتخب باختيار المدربين، لكن يراد فترة انسجام بين اللاعبين، وإن شاء الله الشباب بهم البركة يقدمون ما فيه الخير في المباراة القادمة. أتمنى ذلك لأنه كابتن حسن شحاتة مدرب رائع ومدرب صاحب إنجازات كبيرة، ولا بأس إذا يتم الاتفاق بينه وبين اتحاد العراق لكرة القدم. هذا مكسب إنه لأنه عربي وأخ ويقود العراق مثل ما قاد مصر. فريق الأهلي نادي متميز وإحنا نحترمه جدا. من نجوم الأهلي كان يكون موجود في فريق القوى العراقية؟ أبو تريكة.